بسم الله الرحمن الرحيم. هي منتهى السعادة احنا نشارك في تخرج دفعة 39 من كلية التجارة. يعني بقالنا 39 سنة بندعم المجتمع المصري من خريج كلية التجارة. وزي ما الدكتور ممدوح قال خريج كلية التجارة الآن أصبحوا من الخريجين المرموقين على مستوى الدولة. جامعة سوهاج الحمد لله بتثبت كل يوم أنها على قدر من المسؤولية وأنها لديها خريجين يملؤون الدنيا بمكافآتهم ومجهودهم. وسوف نستمر في ده. مهتمين جدا بتنمية مهارات خريجينا، مهتمين بتطويره وقدراتهم للمنافسة على سوق العمل. علشان كده عندنا مجموعة من البرامج المتميزة اللي بتقدمها الجامعة لتنمية مهارات الخريجين. أتمنى من خريجين كلية التجارة يظلوا على اتصال بكليتهم، يظلوا يستفيدوا من خبرات أعضاء التدريس، يظلوا يستفيدوا من إمكانيات الجامعة في التدريب والتأهيل. عندنا أكثر من 5 مراكز مهتمة بالتدريب والتطوير وبناء قدرات الخريجين. أتمنى إنكم تستفيدوا من هذه البرامج ومن هذه المراكز داخل الجامعة علشان المنافسة على سوق العمل لم تصبح قاصرة فقط على التقدير وعلى الشهادة، إنما أصبحت مطلوب لها مجموعة من المهارات الأخرى اللي بتدعم حصولك على الوظيفة. علشان كده أتمنى المرة الأكثر من كل ما بتكلم مع خريجين بقول اهتموا بتنمية مهاراتكم، اهتموا بالاستفادة من إمكانيات الجامعة في التدريب والتطوير وبناء القدرات، سواء كان في بناء القدرات الشخصية ومهارات التوظيف، في برامج الكمبيوتر واللغات، في برامج الحاسب الآلي. أرجو إن احنا نهتم بده، إن هو ده اللي يقدر يميزك عن خريج أي جامعة تانية. الحاجة التانية بنتهز الفرصة قبل ما نبدأ الامتحانات وبقول لطلبة الصفين الرابعة اهتموا بمذاكرتكم وشدوا حيلكم علشان التقدير. التقدير أصبح مهم، التقدير أصبح بينظر إليه دلوقتي في التعيين بجانب المهارات الأخرى. علشان ما نجيش في نهاية السنة وندور على عاوزين نرفع نتيجة من مقبول لجيد وعاوز 2% وعاوز 1% وعاوز 4%. من دلوقتي بأكد على خريجي على طلبتنا نهتم ونشد حيلنا ونذاكر علشان نضمن إن نحصل على تقدير متميز. بتوجه بكل شكر وتقدير للدكتور ممدوح رشيد عميد كلية التجارة على أدائه، وبنهنئه بقرار الجمهوري ده أول دفعة تخرج بعد حصولها على قرار الجمهوري. وبنهني الدكتور ممدوح رشيد. تحياتي أيضا للدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وموفق دائما في تطوير وتحسين الأداء في الكلية. داخل الدكتور عبد المحسن كل التحية لإدارة منظومة الجودة بكلية التجارة. وخلوني أحيي تحية خاصة لفريق جودة بكلية التجارة. هي مجموعة من الطلبة المجتهدين المميزين اللي ابتدوا ينتشروا حتى بقية الكليات علشان فعلا يأسسوا لفرق طلابية للجودة في كليات الجامعة، بالإضافة لنشاطهم حتى خارج الجامعة. فكل التقية والتقدير من إدارة الجامعة لفريق جودة بكلية. بنرحب أيضا بالأستاذة الفاضلة جهان ربيع مسؤولة المجلس الاقتصادي بغرفة التجارة، غرفة التجارية، والفريق الموجود معاها له منا كل الترحيب. دكتور أكرم خليفة له منا كل التقدير، كل سنة الزملاء، كل ضيوف الجامعة. وخلينا أبعت بتحية وتهنئة لأولياء الأمور. خلينا نحيي كل أولياء الأمور اللي معانا النهاردة، اللي هما دول اللي تعبوا، هما دول أكثر الناس سعادة بيشوفوا الخريجين بتوع اولادهم بيتخرجوا من الكليه بعد فتره طويله من الدراسه وبعد مجهود متميز لاهالينا واسرنا. بكل التحيه والتقدير للخريجين لاولادهم. برضه بحيي الخريجين وبقول لهم الف مبروك على تخرجكم، وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق في مسيره اعمالكم بعد كده. وزي ما قلت قبل كده خلينا منتصرين بالجامعه، خلينا نستفيد من الجامعه علشان هي الجامعه اللي بتساهم فعلا في بناء القدرات والتاهيل لسوق العمل.
واشكركم وسعيد جدا ان اكون موجود معاكم. والسلام.